معقول اخا ما خصا معقول هادشي ماشي معقول اخا ما خصا معقول هادشي ماشي معقول اخا ما خصا معقول هادشي ماشي معقول العلاوي رشيد ساكن باقامه ديال ايدن بارك. يعني شنو هي المعاناه اللي كتعانيو منها في هذه الاقامات هذو؟ سيدي كنعانيو من هذا المشكل هذه سنوات، دابا ثلاثه سنوات وحنا حازين الشقه ديالنا، بقات مشاكل اداريه ديال السيد انه ما احترمش دفتر التحملات. من بعد فاش تسلمنا لقينا انه مقارنه مع الاثمنه باش شرينا الشقق ديالنا، الجوده ديال الاشغال كانت في واحد الصفه ضعيفه كثيره بزاف. بالنسبه للامن ديالنا ساكنين هنايا ما موفرش لينا، كما كتشوفوا حنا عندنا حائط اللي كيعطي نيشان على الشارع وكيقدروا يدخلوا عندنا الناس من برا، حتى دوك لي زيتيليتي الصغار بحال مثلا هنا كما كتشوفوا هذا هو فين كيكون، هذا هو الكابين ديال السيكوريتي، هذا هو الكابين ديال السيكوريتي بهذا الشكل، هذا بهذا الشكل في اقامه راقيه كما راقيه دو ستوندين. خلينا عليكم بالله، هذا واش هو التيو ديال الماء فين غادي، وهاد برونشمون ديال البرونشمون، هاد السيده هي السيده عاد خرجات الاولى، صلح لينا هادشي ديال هذا، هو خصو هو ماشي هو اللي صلح هادشي ماشي حنايا، كنعتبروه عشوائي يعني. معلومه عشوائي هادشي، هذا اللي مخيط الخيوط مخارجين والدروس مجرين والسواق ماشي مقادين والسامسون ما بغاش يصابو، وقاس كياخذ الناس خدا الفلوس خدا كلشي، والناس باقي ما عطاهمش التيترات مخلصين كاش، ماشي معقول هادشي. نفس السؤال، واش ندمتوا انكم شريتوا هنا؟ هو حقيقه ندمنا صراحة، هي دي حنا سحبنا دابا تقام عليكم المتر هنايا، وراه 100 وراه شي تقال علينا سيدي، تقام علينا بشي 12000 درهم، 12000 درهم المتر. اذا هادشي كيسبب خطورة طبعا للناس، ماشي خطر على الدراري ولا الكبار ولا الصغار ولا كلشي. انا سيدي والله العظيم النهار اللي شريت الدار راجلي باقي الان ما شاف الدار، لحقاش راجل مريض بالسكر قال لك انا ما نقدرش نطلع في الدروش. هو بصرنا هادشي خصو موشي يصلح هادشي، ماشي حنا اللي غنصلحوه، هو اللي باقي خصو يكمل خدمته، ولا انا غادي نديرو لازم القوانين القانونيه وصافي. من السكان ديال الاقامات الاسم نتاعو؟ من السكان ديال حكام. حكام حكام اي. يعني اليوم شنو الاسباب ديال الوقف الاحتجاجيه ديالكم اليوم؟ السبب سيدي هاد الناس مكرفسين علينا بزاف ومضيعين في الحقوق ديالنا، وانا واحده من السكان هذه 3 سنين باش شريت عندهم هنايا، ولحد الان ما عنديش التيتر ديالي، عييت ما كنغوت، عييت ما كنطلع ونهبط، ما بغاوش يعطيوني التيتر ديالي. لو بعدا تيا راه ما داخلاش كاع السكان ديال لو راه ما داخلاش في التيتر عند حكام. هاد الشيء يا سيدي راه ماشي معقول. نبغيو نعرف واش شريتي في التصميم ولا شريتي على الجاهز؟ لقيتيها جاهزه؟ لا باقا ما مكمولاش، ما مكمولينش. يعني وعدوك انه قبل التسليم غادي يكون كل شيء مزيان؟ شريت في ديسمبر 2010، داروا معايا 4 موا باش غادي نشبر الساروت. اليومين هذا خدينا الساروت في المواد ماي 2013. الوغ غير غامي. البروبليم؟ Alors le problème, moi je vis en France, ma mère aussi.